خطوات المسابقة ان الاول بيكون في ابلكيشن بيتبعت اونلاين الناس كلها بتبعتها، بعد كده الابلكيشن بقى حد بيرد عليك يقولك تعالي اوديشن او حاجة زي كده. انا ما كنتش موجودة في وقت الاوديشن للأسف، فانا كنت بعت فيديو من على خلال الفيديو بقيت في المسابقة. بعد كده ابتدت بقى يعني بتقعد شهر ونص بنجهز للمسابقة، بنتعلم كات ووك، بنتعلم اتيكات، بنتعلم كوميونيكيشن سكيلز وحاجات بقى ان تأهل البنات للمسابقة. فهي بيسكلي ان احنا في الاول كنا عدد، بعد كده عدد، بعد كده عدد، ففي الاخر بقينا 20، وفي المسابقه بقى بقينا 20 10 5 ومنها طلعت الثلاثه. هي دي كانت الخطوات. لا هم انا مش شايفه ان في حاجه مفروض، يعني كل واحد بيبقى يونيك، يعني انت ممكن تكوني شايفه ان دي احسن، دي احسن، دي شخصيتها احسن، يعني هي بيوتي برضو سبجكتيف في الاخر. فانا ما كنتش شايفه ان في حاجه احسن، يعني انا اكيد فيها حاجات كويسه وهم فيهم حاجات كويسه، انا ممكن الاكسبيرينس بتاعي او حياتي شكل حياتي هي اللي خلتها كده.